كيفكم البنات؟ كنتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم فيديو جديد اللي هو بعيد على الوصفات. اليوم غنشارك معكم التصافيرات ديالي لبلاد بلاد رجلي اللي هي في نفس الوقت بلاد الرئيس الحاج محمد التمسيري، كاين اللي غيعرفو كاين اللي ما غيعرفوش. وغنشارك معكم لقطات هكا من البلاد، وان شاء الله كنتمنى يعجبكم الفيديو. وإلا كانوا كيعجبكم بحال هكذا الفيديوهات كنتمنى تقولوها ليا باش تزيد تشجعوني ان شاء الله، ونشارك معكم بحال هاد لي فيديو هكا. المهم هاد البلاصه دابا اللي انا كنصور لكم فيها واحد الجبوله، كيعجبني انا نطلع معاهم، وكنت ناويه انا نصور لكم كما كتشوفوها هما، كنت ناويه انني نصور لكم من الفوق ديال الجبوله، ما كانش عندي الوقت داكشي علاش مره اخرى ان شاء الله. و انتم معايا اي حاجه غتشوفوها في الفيديو غنهضر لكم عليها. شاركت معكم سفر مستهية، كيعجبني الخبز ديالها بزاف وقلت نشاركها معكم. هنا كنا غنشدو طريق ان شاء الله، و كنت غادا حيت كاينه واحد المسافه ما بين بلاصه ما فين مخليين الطوموبيل والدار، وكنت غادا وقلت نصور لكم الدوار وصورت لكم، وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو ويعجبكم الفيديو بحال هكا ونبدا نحطهم لكم. البلاصه دابا اللي انا فيها هي اللي فيها الدار ديال الرئيس الحاج سمو محمد التمسيري في هذه البلاصه بالضبط. شتي الطوموبيل بيت نسوق شويه حيت كنخاف وما وكنخاف من السوقان، وهذا داكشي علاش ما تنسوقش. وهنا شديت شويه باش نتطلق شويه وصافي، وشاركتها معكم وصافي. كنا شادين طريق لكازا باش نمشيو للدار، وهنا كتكون النهايه ديال الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، الى عجبكم قولوا عليا باش نبدا نحط لكم ان شاء الله لي فلوغ بحال هكا، ونشارك معكم لا خرجت ولا لا سافرت ان شاء الله. وشكرا على المشاهده، وما تنساوش
ديروا لي جيم وسبسكرايب وتابعوني، وشكرا بزاف للمشاهدة.